التقى محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي اللجنة الوزارية بوزارة النقل لدراسة توسعة ميناء المكلا برئاسة وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي محمد الصبحي، وناقش اللقاء نتائج نزولات اللجنة الميدانية لكاسر الأمواج بميناء المكلا ومعاينة الموقع المقترح للتوسعة وموقع المشروع السمكي الرابع بالمكلا. كما ناقش اللقاء جوانب دراسة توسعة ميناء المكلا بما يتواكب مع شروط أمن الموانئ والمساحة المائية واليابسة وإنشاء أرصدة الصيانة بما يسهم في تفعيل حركة السفن والبواخر الكبيرة وإيجاد مساحات لتوفير طاقة استيعابية أكبر للميناء وزيادة حجم المناولة والتفريغ وتوفير مساحة إضافية. وأكد محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على توسعة ميناء المكلا الحالي مع الاهتمام بمشروعي ميناءي بروبا والضبة المستقبليين، وكان في وقت سابق قد زارت اللجنة ميناء بروما المستقبلي وناقشت المقارنات وفق معايير محددة بين خيار التوسعة في ميناء المكلا خلف كاسر الأمواج أو موقع ميناء بروما، وكذا النزول إلى الجهة المقابلة لميناء بروما والاطلاع على خصائص الموقع وجدوى نقل المشروع الرابع السمكي إلى منطقة بروما. اللجنة المؤقرة التي قدمت إلينا إلى المكلا لينظروا إلى إمكانية تطوير الميناء الحالي أو توسعته، قدموا كثير من المقترحات فيما يخص المنشآت التي تقع بالجوار للميناء وإمكانية الاستفادة من هذه المنشآت لضمها إلى الميناء لتعطي مجال أكبر في المساحة للحاويات وما إلى ذلك. نحن جينا بناء على هذا التكليف قرار معالي الأخ وزير النقل بسرعة النزول إلى مؤسسة موانئ البحر العربي، وطبعا والنظر في الموضوع ورفع الدراسة ليتم اتخاذ قرار مناسب بذلك. طبعا ميناء حضرموت محافظة كبيرة وفيها نشاط تجاري كبير، وهي والميناء يخدم فيها ليس محافظة حضرموت بل المحافظات المجاورة، أصبحت يعني ضرورة ملحة الآن بصورة آنية مستعجلة لتوسيع الميناء الحالي.